نظمت لجان حق العودة ومنظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية اعتصاما تضامنيا دعما للهبة الفلسطينية في فلسطين المحتلة، وذلك في باحة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة. بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء الثورة الفلسطينية وشهداء الانتفاضة. وألقى عضو قيادة الجبهة في المخيم سمير الشريف كلمة حيا فيها الشعب الفلسطيني على انتفاضته في مواجهة العدو الصهيوني. نرحب بكم باسم اتحاد لجان حق العودة، لجان الوحدة العمالية، لكم منا كل الحب وكل التحية. ونحن نقف اليوم متضامنين مع أنفسنا ومع شعبنا العظيم، مع أبطال السكاكين والدهس، مع كل الشعب الذي انتفض رفضا للاحتلال وقطعان المستوطنين. شعبنا اليوم رفع شعار الحرية والاستقلال بكل فئاته الاجتماعية، وهذا ما تشهده الجغرافيا الفلسطينية. حمل شعبنا كل أشكال المقاومة في فلسطين وفي القدس وفي الضفة الفلسطينية وفي النقب وفي فلسطين 48، ما هو إلا دليل على وحدة نضال شعبنا الفلسطيني. وهذا ما أثبته العمل النضالي اليومي المنتفض. إن المحتل الذي يستخدم الغازات السامة تحت مسمى قنابل دخانية، وبعد التغطية السياسية والأمنية من قيادة العدو باستخدام الرصاص الحي وقتل الأطفال والنساء بدم بارد، ما هو إلا دليل على الإمعان بجرائم الصهيونية، وتسجل في تاريخه في سجل العار الدولي. ويجب على القيادة الفلسطينية أن تحمل هذه التجاوزات بحق شعبنا إلى المحافل الدولية وفي مقدمتها محكمة لاهاي لمحاسبة القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. إن الهمجية الصهيونية هي محاولة دائما لفرض نوع من التطهير العرقي في القدس والعديد من المناطق الفلسطينية. من هنا نؤكد على ضرورة انتفاضة شعبنا والتكامل في البرنامج السياسي بين الإيقاع الشارع الفلسطيني وبين القيادة الفلسطينية من خلال توحد العمل وفق المعايير الوطنية على أرضية مشروع وطني جامع يشكل الحد الأدنى للخلاص والحرية من نير الاحتلال، وإقامة المشروع الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين وفق القرار 194. تحية إلى شعبنا العظيم المنتفض في فلسطين.